انسحب الجيش الإسرائيلي صباح الأحد من مخيم نور شمس في طول كرم شمال الضفة الغربية بعدما نفذ عملية اقتحام واسعة النطاق قتل خلالها شابين فلسطينيين وأصاب العشرات. وقد دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين فلسطينيين، وقد خلف الاقتحام دمارا واسعا في البنية التحتية للمخيم. يشار إلى أن إسرائيل فرضت إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب يوم الغفران اليهودي. هنالك دمار واسع النطاق نشهده في هذه المنطقة التي تعرض خلال في ذلك المجال. Thank you.